بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الجوف. تقول المرسلة حاء ألف باء: أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول: لقد أجريت عمليات جراحية عديدة، وفي كل عملية أجبر على أن أكشف أجزاء من جسمي ولا سيما الوجه، ومشكلتي أني قد قطعت على نفسي عهدا ألا أكشف وجهي لأحد إلا لضرورة تجبرني، هل علي من حرج؟ وكذلك كشفت وجهي من أجل قياس النظر لأن لدي ضعفا في النظر، هل علي أيضا من حرج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المرأة أن تستر نفسها وجسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها عورة وفتنة. وكما ذكرت السائلة أن كشف الوجه محرم، وأما ما ذكرت من أنها كشفت أجزاء من جسمها أو كشفت وجهها للطبيب من أجل العلاج، إذا كان هذا ضرورة فلا حرج في ذلك. قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت احتاجت إلى علاج ولا يتم هذا العلاج إلا بكشف شيء من جسمها، فلا بأس أن تكشف بقدر الحاجة. وإذا دعت الحاجة إلى كشف الوجه لعلاج النظر فلا بأس بذلك، ولكن الذي يظهر أنه لا داعي لكشف الوجه كله، فتكشف قدر ما يحتاج إليه وهو العينان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في إحدى العمليات الجراحية التي أجريتها لم أتذكر أنني لم أصلي في ذلك اليوم، وبعد عدة أشهر تذكرت ذلك فصليت العصر والظهر، ولا أدري هل صليت العشاء والمغرب أم لا، فماذا أصنع؟ هل أصلي تلك الصلوات التي أنا في شك منها؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تتيقن الصلاة فإنه يجب عليك القضاء، لأن الأصل عدم الصلاة، فعليك أن تقضي صلوات المشكوك فيها وقت العلاج، لأن الأصل بقاؤها في ذمتك، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين الصلاة، فعليك أن تقضي هذه الصلوات التي لم تتيقني أو يغلب على ظنك أنك صليتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تثير قضية شيخ صالح على وهي تسبب بعض أولياء الأمور في عزل بناتهم أو مولياتهم عن الزواج، وحينئذ تستشيركم شيخ صالح وتطلب منكم النصح لأولئك، جزاكم الله خيرا. عزل النساء عن الزواج محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا فعله الولي فإنه تسقط ولايته عن المرأة وتنتقل إلى من بعده من الأولياء. الله جل وعلا نهى عن العظم، قال: ولا تعظموهن أن تذهبوا بعظم ما آتيتموهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز عظم المرأة وهو منعها من كفء رضيته، فإن فعل فإنه تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، ويرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي ينظر في هذا الموضوع وينقل الولاية إلى من يصلح لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن نظر المرأة إلى الرجال، ما حكمه، ولا سيما إذا كان لحاجة كطلب علم ونحو ذلك. نظر المرأة إلى الرجال إن كان لشهوة هو محرم، وإن كان لغير شهوة وإنما هو لحاجة
الابتعاد عنه وتركه أحسن من أجل البعد عن الفتنة وقطع الوسيلة إلى الشر. وإذا كان ولا بد من النظر فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة. نعم جزاكم الله مهما أمكن مهما أمكن الابتعاد عنه فهو أحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومن يقع في عرض عالم من العلماء وندم على ذلك ندما شديدا بماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا وكيف تكون كفارة خطيئة تلك؟ الوقوع في أعراض المسلمين محرم لأنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة لأنها ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فعلى كل حال الغيبة محرمة، وغيبة العلماء وولاة الأمور أشد تحريما لما في ذلك من الفتنة ولما لهؤلاء من الحق الواجب على المسلمين. غيبتهم أشد تحريما، ومن وقع في غيبة أحد من الناس فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويطلب المسامحة ممن اغتابه إن أمكن ذلك. وإن لم يمكن ذلك فإنه يدعو له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، يثني عليه ويدعو له في المجالس التي اغتابه فيها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة كنت مسافرة وصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا جهلا مني وفي اتجاه منحرف قليل عن القبلة، حيث سألت عن القبلة فأشار لي والدي إلى الجهة وقد أشار بيده مائلة نوعا ما، واعتقدت أن هذا الميل له ليس له اعتبار، فإذا بأبي لا يقصد ذلك فماذا أصنع بتلك الصلوات جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الميل عن القبلة يسيرا فإنه لا يضر والحمد لله، أما إذا كان الميل كثيرا وأن صارت القبلة وراء الظهر أو إلى الجنب فإنه إن كان فعل هذا وعنده من يرشده إلى القبلة أو هناك علامات تدل على القبلة ولكنه تساهل ولم يسأل ولم ينظر في العلامات فإنه يعيد الصلاة. إذا صلى منحرفا عن القبلة بكليته مع إمكان أن يسأل وأن يتوصل إلى معرفة القبلة ولكنه أهمل وتساهل فإنه يعيد الصلاة لأنه غير معذور، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا كان بذل وسعه وجهده في تحري القبلة وليس عنده أحد يخبره بالجهة الصحيحة وليس هناك علامات يستدل بها كأن يكون في بر واجتهد وسعه وصلى فإن صلاته صحيحة. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ورد في التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبلة وصلوا ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم إلى غير جهة القبلة فأنزل الله هذه الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد اللطيف ريش من الجزائر بعث يسأل ويقول هل يحق للمرأة استعمال المكياج بأنواعه خاصة طلاء الأظافر؟ وكما نعلم أن من تمام صحة الوضوء إمرار الماء على كامل العضو، فإذا طليت الأظافر هل يصح الوضوء جزاكم الله خيرا؟ يا بأس أن تستعمل المرأة ما جرت العادة به من التزيين والتحسين، وبشرط أن لا تخرج بذلك إلى الشارع ولا تخرجه للناس، وإنما يكون في بيتها وعند زوجها ومحارمها حيث لا فتنة ولا شر. وأما طلاء الأظافر بالأصباغ التي ليس لها سمك وتجمد على الظهر فلا بأس بذلك كالحنة والخضاب ونحو ذلك، أما طلاؤها بما يتجمد على الظهر ويكون له سمك كثيف يمنع وصول الماء إلى الظهر فهذا لا يجوز ويجب إزالته. فإن وضعته وتوضعت وهو على ظفرها ومنع الماء من ومنع وصول الماء إلى الظفر فإن وضوءها غير صحيح لأنه وضوء ناقص. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، وقال ويل للأعقاب وبطون الأعقاب
الأقدام من النار، فإشباع الوضوء وإتمامه على جميع الأعضاء واجب، ولا تصح الصلاة إلا به. ومن ذلك الأظفار يجب أن تكون خالية مما يمنع وصول الماء إليها من المناكير وغيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن كيفية صلاة الصفع والوتر، هل أصليهما معا أم كيف تكون الطريقة؟ جزاكم الله خيرا. الطريقة الفضلى والمختارة أن تصلي ركعتي الشفع وحدهما بسلام، ثم تقوم وتأتي للوتر ركعات الوتر، وإن صلتهما جميعا بسلام واحد وانسردت ثلاث ركعات بسلام واحد فهذا جائز. الحمد لله. ولكن الأفضل أن تصلي الشفع والوتر بسلامين كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز صوم يوم السبت أم أنه لا يجوز؟ واهدهونا إلى هذا الأمر جزاكم الله خيرا. ذهب بعض العلماء إلى كراهة إفراد السبت بالصيام، فإن صيم مع غيره فلا بأس بذلك، بحديث ورد في النهي عن صوم يوم السبت، ولكن هذا الحديث ضعيف. الحمد لله. وعلى كل حال إذا صيم مع غيره فهو أحسن تجنبا للشبهة. طيب. إذا صادف يوم عرفة، إذا صادف يوم عاشوراء شيخ صالح، إذا صام يوم السبت قضاء عن رمضان أو عن صوم واجب عليه فلا بأس بذلك. طيب. وكذلك إذا صامه تبعا لغيره، أو صادف يوم عرفة وصامه من أجل يوم عرفة فلا بأس بذلك. الحمد لله. أو صامه تبعا لأيام البيض فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك إذا صادف عاشوراء شيخ صالح، صوم يوم عاشوراء الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب. ولا يصام وحده، الأفضل أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده. إذا لو صادف ذلك وسبقه بيوم أو بعده يوم هذا سبيل الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن محافظة حجة لنقرأ رسالة المستمع علي حسن محمد عثمان، يقول: يوجد لدينا ما يسمونه بالمقطع، وذلك إذا أخطأ شخص على شخص أو أخطأ على قريب له يأخذ خروف ويصطحب معه مجموعة من الناس، وذلك من أولئك الذين لهم الوجاهة بذبح هذا الخروف لغرض إرضاء هذا الشخص، معلمين هذا بالصلح، ويوزع لحمه بين المجموعة التي ذهبت معه علما بأنه يذكر اسم الله عليه، فهل هذا العمل صحيح أم يعتبر لغير الله؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا من العادات القبلية. فإن كان هذا من باب الإلزام فإنه حرام ولا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كان هذا من باب الإلزام يلزم الممتنع ويجبر على ذلك فإن هذا حرام، أما إذا كان هذا من باب الاختيار إن شاء فعله وإن شاء تركه فلا حرج في ذلك، وتجنب هذا أحسن لئلا يتخذ وسيلة وذريعة يلزم بها الناس. جزاكم الله خيرا. ما حكم أكل الأرانب؟ هل هو جائز أو لا؟ الأرانب من المباحات. جزاكم الله خيرا. صيد البر في الأشهر الحرم ما حكمه؟ لا بأس بذلك. الحمد لله. وإنما يحرم صيد البر في حق المحرم. طيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم قتل صيد الحرم من المحرم وغيره، قتل صيد الحرم هو ما كان داخل الأميال مما يلي مكة والمدينة مما يلي مكة، فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيده وأن يقتل خلاه، يعني حرم مكة المكرمة. طيب. وصيد الحرم في مكة المكرمة حرام على المحرم وعلى غير المحرم، وأما صيد خارج الحرم فهو حرام على المحرم خاصة وحلال لغيره في أشهر الحرم وفي غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الجنوبية مستمع رمض إلى اسمه بالحروف عين ألف ألف يسأل ويقول: ما حكم من وقع في عدد من الكبائر وكيف تكون توبته؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الكبائر دون الشرك فإنه يعتبر فاسقا، مرتكب الكبيرة أو الكبائر التي دون الشرك يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، وباب التوبة مفتوح له ولغيره، للمشرك وللكافر ولل
وللفاسق وللعاصي الباب باب التوبة مفتوح، والله يقبل التوبة ممن تاب إليه بصدق وإخلاص. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآيات في هذا والأحاديث كثيرة. فباب التوبة مفتوح ولكل الذنوب والمعاصي حتى الكفر والشرك وقتل النفس وغير ذلك، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد شاهدت أناسا يأكلون لحم الضبع أي العير، هل أكله محرم أو حلال؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن الضبع حلال، الحمد لله، ويورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأنه صيد. نعم. الأخت ميم الشهراني بعثت برسالة تقول: في إحدى المناسبات شاهدت عدة فتيات يلبسن ملابس ضيقة جدا تصف أجزاء أجسامهن، وحينما قمت بإسداء النصح لهن في ذلك احتجزن بأنه لا بأس في ذلك إذا كان بين النساء، هل ما قلناه صحيح أم أنهن على خطأ؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، وهو غير صحيح، أن تكشف المرأة شيئا من عورتها عند النساء، فإنه لا يجوز لها أن تكشف عند النساء أو عند محارمها إلا ما جرت العادة بكشفه مما لا بد من كشفه، كالرأس والوجه والكفين والقدمين، هذه هي الأمور التي تكشف عند النساء وعند المحارم، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز كشفه لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من القدوة السيئة، لأن من رآها على هذه الحال اقتدى بها، وربما يستعمل هذا السفور في خارج عند الرجال غير المحارم، فهذا يبعث على التساهل والقدوة السيئة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو اللباس الشرعي للمرأة وفقكم الله؟ اللباس الشرعي ما يستر المرأة عن الرجال غير المحارم، ما يستر جسم كل جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان والرأس، بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآيات تدل على أن المرأة عورة وأن سترها لجميع جسمها أمر واجب، وهو الحجاب الذي أمر الله به صيانة للمرأة وإبعادا للرجال والنساء عن الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتساهل بعض النساء إذا كنا مع بعضهن في أمر التستر، لعل لكم كلمة شيخ صالح. هذا أشرنا إليه سابقا وقلنا إن المرأة مع النساء أو مع محارمها لا تكشف إلا ما جرت العادة بكشفه بين نساء المسلمين وما تدعو الحاجة إلى كشفه كالرأس والوجه والكفين والقدمين، فلا بأس بكشف هذه الأمور الحاجة إلى كشفها في عند المحارم أو عند النساء أو العمل في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. أقول: لقد سمعت من إحدى الأخوات أن وضع العباءة عباءة المرأة على الكتف في الصلاة فيه تشبه بالرجال ولا يجوز، هل ما قالته صحيح؟ أنا لا يظهر لي أنه تشبه بالرجال، لأن العباءة عباءة امرأة، وإنما التشبه بالرجال لو لبست ما يلبسه الرجال من البشوت أو من ما يختص بالرجال هذا هو التشبه به، أما إذا لبست ما يلبسه النساء فهذا ليس تشبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جدة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف عين تقول: كنت حاملا في السابع وجاء رمضان ولم أستطع صيامه، وبعد مروره أخرجت مبلغا من المال، هل علي قضاء أما أخرجته يكفي، علما بأني لم أصمه بعد وقد مر بعده رمضان آخر والحمد لله قمت بصيامه، هل علي إثم بأني أجلته حتى مر رمضان آخر؟ جزاكم الله خيرا. من كان عليه
أيام من رمضان لم يصمها فإنه يجب عليه القضاء إذا كان يستطيع القضاء ولو تأخر سنين فإنه يجب عليه القضاء ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إذا كان لا يستطيع القضاء لمرض مزمن أو لهرم فإنه يكفي الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه هم الذين يعجزون عن الصيام لهرم أو لمرض مزمن. أما الذي يستطيع القضاء فإنه يقضي ولو بعد سنين، لكن إن كان تأخيره القضاء لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان تأخيره القضاء لغير عذر فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: أبو عبيدة محمد سوداني، يصف نفسه فيقول: أنا ملتزم وكذلك زوجتي والحمد لله، ونحن من عاداتنا في المناسبات أن يذهب النساء في شكل مجموعات سواء كان داخل القرية أو من قرية إلى أخرى، هل يجوز أن يدعى الإنسان زوجته تذهب مع النساء في المناسبات أم تنصحوننا بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذهاب من قرية إلى قرية يبلغ مسافة القصر فلا يجوز أن تذهب إلا مع محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان ذهابها من قرية إلى قرية يعد سفرا فلا بد من المحرم، ولا يكفي جماعة النساء عن المحرم. أما ذهابها إلى المناسبات فهذا فيه تفصيل، كانت هذه المناسبات خالية من المنكرات وخالية من الفتنة فلا بأس بالذهاب إليها. أما إذا كانت هذه المنكرات على العكس تشتمل على منكرات وعلى فتنة وعلى شرور فإنه لا يجوز الذهاب إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتلبد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى